أكيد. المعروف عن الروبوتات أنها مبرمجة على كل شيء باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن تخيلوا تم تطوير طريقة تخلي الروبوتات عندها قدرة أنها تتخذ قرارات مستقلة بناء على تفاعلها مع البيئة اللي حولها، وأكيد هالخطوة بتخليها تتصرف بشكل طبيعي أكثر. والله يستر، هذا زي الفيلم اللي في السينما الآن، أتوقع اسمه فريد إذا أنا ماني غلطانة، إنه يحطون في بيتهم كله زي الذكاء الاصطناعي، بعدين شوية مع الوقت يبدأ يتحكم حتى في الإيميلات وش يرسلون، حتى بالصداقات إنه أنا ما أشوف هذه الصديقة مناسبة لك، فوصلها فصار زي الرعب لهم. الله وناسة. أنا يوم تقرين هالخبر أودي تدرين شو تذكرت؟ ذكرت الروبوت اللي قبل أسبوع تذكرون اللي في اليابان انتحر، يا عيوني هو والله رحمته يا أختي، حتى الروبوت قال ها شوفوا هذه نربط تغريدة الدكتور خالد، حتى الروبوت انتحر ما قدر يستحمل العمل. ففعلا شوفي يعني إحنا شئنا أم أبينا، جاز لنا ولا ما جاز لنا، اقتنعنا ولا ما اقتنعنا، الروبوتات ستحتل العالم. ترارارا. أمزح. لا مو بعد تحتل العالم، بس أنه يعني الروبوتات سوف تنطلق وتاخذ اشياء او خلينا نقول وظائف كثيره راح تتبدل. فلذلك ان الواحد دايم حلو انه يكون اب تو ديت ويكون دائما مطلع. الروبوتات او الذكاء الاصطناعي زي ما هو في اشياء كويسه وحلوه وممتازه وراح تخدمنا وتخدم الاجيال القادمه، زي ما في اشياء ممكن انها تضر الناس او ممكن انها ما تكون يعني زي ما الواحد زي هنا. انا الصراحه خفت يعني من ذا الخبر، ما ابغى أبغى يفكر بالطريقة اللي أنا أبغى يفكر فيها، ولا أبي يفكر ولا بالطريقة اللي أنا أفكر فيها ولا شيء. يقلب عليك كذا فجأة، ما عجب. شوف الفيلم ولا هذا. شوفي ما بيضيق. لا أودي أصلاً خلقة أنا يعني مرتاعة منهم. خلقة ترتاعين أكثر إذا شفتيه. أنا حتى المكنسة الروبوت لما جتني هدية صرفتها. أنا ما جبتها في البيت عندي. لا أنا حتى قلت خير إن شاء الله، هذا إيش دراها إن نكب شيء في الأرض تروح تكنس ترجع شلون؟ فانا لسه دقيقه قديمه، لسه اعطوني وقت لسه على بال ما استوعب بعدين.